المشاهد لازم يعرف أنه ما في قوات للحركات المسلحة في العاصمة المثلثة. الناس يرون القوات الكثيرة الناس بتحدث عنها وين؟ في حراسات لقيادات الحركات، حراسات صغيرة. عدا ذلك والحراسات محددة. لا توجد قوات لحركات. لا توجد قوات للحركات المسلحة. قوات بمسمى قوات في المدن. لا ما موجودة. طيب القرار في في, في الفاشر. استفسرتوهم يعني في القرار ده قبل ما نجي للفاشر سعادة الوزير. نعم. استفسرتوا من يعني مجلس السيادة يعني هذا القرار. أنا سألت زملائي في مجلس السيادة. طيب. سألت منو؟ ولا دعنا من الأسماء. وقالوا لي أن هذا الأمر لم يناقش في مجلس السيادة ولم نتخذ مثل هذا القرار. لأنهم هم أنفسهم يعلمون أنهم لا يملكون. طيب من سألته هل هم الجهة التي أصدرت القرار ولا في جهة؟ أيوة هم ناس أعضاء في مجلس السيادة. طيب كيف صدر؟ عشان كده أنا لم أرى هذا القرار حتى الآن. واستغرب أن يصدر مثل هذا القرار والدولة تعلم أنه لا وجود لقوات للحركات في مدينة الخرطوم أو في العاصمة المثلثة ولا في المدن الثانية؟ ولا في الفاشر. نعم هنالك بعض القوات باستثناء الفاشر. باستثناء الفاشر لا وجود للقوات في المدن على الاطلاق. القوات معسكره في الخلاء وليس من حقها الا اذا طلب منها. انت تتحدث عن قواتكم انتم فقط ولا كل قوات حركات؟ كل الحركات ما موجوده في المدن. لا توجد قوة. لا توجد. طيب الحديث اللي نحن شفناه في وسائل الإعلام عن اشتراط بعض القوات غيركم أنتوا ما يعني الحديث ما يخصكم أنتوا إنه خروجهم من المدن بشروط معينة، هل الحديث ده معناها ممكن يكون حديث غير صحيح يعني إذا كانت المعلومة كذلك؟ أنا لا علم. أنت متأكد عن عدم وجود قوات لحركات كفاح مسلح بأي مسميات في المدن السودانية؟ في مدينة الفاشر. غير مدينة الفاشر. عدم مدينة الفاشر أنا لا علم لي بوجود أي قوات في أي مدينة من مدن السودان. سألت المكون العسكري عن هذا القرار؟ نافذين في مجلس السيادة؟ لم أسألهم. لأنه المسألة مهمة يعني. لكن بالنسبة لي تخصكم؟ لا تخصنا لأننا الرأي العام يعني كثيرين ما نملك. ما خلاص نقول للرأي العام أنا لا نملك قوات في العاصمة المثلث ولا في مدن السودان، واللي عنده دليل على أننا عندنا قوات غير حراساتنا في أي موقع من المواقع فليأتي بدليله. جميل. عدد الحراسات كم قبل ما نمشي للسؤال الثاني المصرح بها او حتى المتفق بها مع الحراسات المتفق عليها في اتفاق السلام 64 شخص. 64 مع لكل قائد. نعم.